في خطوة لدعم الطلبة والخريجين وتشجيعهم على الانخراط في برامج تطوير الذات وبناء عالمهم المهني، تقدم منظمة آيزك البحرين برنامج ليب، وهو برنامج للتبادل الثقافي يمنح المجال الخريجين والطلبة فرصة السفر إلى دول مختلفة. الحديث أكثر حول هالموضوع ينضم لنا في الاستوديو محمود ميرزا، مدير برنامج التدريب العالمي في آيزك البحرين. صباح الخير يا أهلا فيك. صباح صباح النور يا أهلا وسهلا. مثل ما قال بدر، هو برنامج للتبادل الثقافي، لكن هل هذا البرنامج موجود في جميع فروع آيزك؟ يعني هل هناك شباب من دول أخرى ممكن يجوا على البحرين ويتعرفوا على ثقافتنا أيضا؟ بالضبط، مثل ما كل فترة عندنا مجموعة بحرينيين طلبة وخريجين طلعتهم برا، كل فترة بعد في مجموعة من مختلف دول العالم يجون البحرين يشتغلون على مشاريع معي أنا تسويها منظمة آيزك في البحرين. البرنامج موجود في جميع فروع آيزك؟ موجود في جميع فروع آيزك. لو نتكلم عن الدورة الماضية أخ محمود، خبرنا عنها شوي، شنو الدول اللي زاروها الطلبة؟ طبعا الدورة الماضية كان عندنا مجموعة طلبة راحت، الطلبة وخريجين طبعا، تعاملنا مع عدة دول، كان موجود دول مثل الهند، سريلانكا، تايوان، إيطاليا، قطر، مالطا، وكولومبيا. يمكن راح نخص سريلانكا لأن راح نشوف مجموعة من الشباب في التقرير اللي تحدثوا عن تجربتهم في سريلانكا بالتحديد، وراجعين نواصل حديثنا. سمعت عن البرنامج من خلال الجامعة، كان عندهم وركشوب في الجامعة، حسيت ان ذات ست ويعني الخطوة لازم اتخذها، وخصوصا عقب ما يعني آيزك سووا لنا الوركشوب بعد والتعريفية، فشجعنا الأشياء أكثر، وعقب ما قريت أكثر عن البلد حسيت ان ما بروح عبثا، لما بروح بخدم ناس يعني يستاهلون هاي الخدمة. اشتغلت في أناندا انترناشونال سكول، كانت في منطقة اسمها ماتوغاما جنوب كولومبو. طبعا أحلى الأوقات كانت مع الأطفال والطلاب، كانوا جدا حلوين ودودين ويحبون يتعلمون، خصوصا اذا كان واحد اجنبي يعني يحبون يتعلمون منه. كنا دائما يعني كله سبيكينج واكتيفيتيز وجيمز، فكانوا حابين الحصص اللي كنا ندرسها اياهم. وحتى لما رجعت وصلتني لحد الان رسالتين من طلابي، ويعني لما حصلت اول رساله ما كنت مصدقه، يعني كنت حدي سبيتشلس، حتى صحت يعني انه ما توقعت اني هالقد باثر فيهم، والرساله كانت يعني مكتوبه ما شاء الله يعني بطلاقة. حسيت روحي براود انه يعني سويت شيء في المجتمع، يعني سويت شيء حقهم، ما كان الشيء مجرد تسلية او برنامج. واستلمت لي مجموعة من الاطفال السريلانكيين، هذا اللي عجبوني المؤدبين اكثر شيء، هم بالذات يعني اعلمهم كان دروس خصوصية، قاموا يدلون محلي وكل يوم يجوا لي نفس المحل واعلمهم اشياء. واحد منهم اسمه شامد، يعني وايد تطور يوم هديته في الاخير، قام يفهم كامل، قام يعني وايد كلمات قام يعرفها. الشعب السريلانكي شعب يعني ينام يعني ساعات قليله ويشتغل، يعني يشتغل ساعات طويله، فهني احنا عندنا بالعكس. ف يعني حاولت قد ما اقدر انظم وقتي اكثر. We are more responsible now. We are more independent now. We can do anything. For me, one of the many good things that I get from my experience there is how to control my budget. Because I had only a limited budget, I don't have my father to give me money all the time, so يعني I learned how to do that. So it's good for me and for my father. اكتشفت روحي صفات ما كنت اعرفها قبل. يعني اكثر شيء ان انا كنت يعني اصغر واحد في العائله، فكل يقول عني انت ياهل، ما تعرف تسوي شيء. ولكن في سريلانكا كنت يعني تبدا روح في كل شيء، كنت اتحمل مسؤوليه، وكنت احيانا اقرر يعني اغير القرارات اللي كانت تصير. الفولنتيري وورك يعني لما
تبدأينه ما تحبين إنه هو يوقف على طول، يصير في داخلش مثل الناس نعمة بعد رب العالمين. رجعنا لكم أكيد من بعد التقرير وتعرفنا محمود على بعض المشاركين، سمعنا تجربتهم كيف كانت في سريلانكا، كيف حياتهم أيضا تغيرت، شخصيتهم تغيرت، لكن كم عدد الفرصة اللي كانت متوفرة لكل هذه الشباب في الدورة الماضية؟ طبعا في الدورة الماضية حصلنا على العديد من الطلبات، حاولنا نغطي قد ما نقدر منها، بس الظروف معينة قدرنا نغطي حوالي 40 طالب وخريج من مختلف جامعات في البحرين. وكيف يتم اختيارهم؟ طبعاً يكون الاختيار على أول شيء في البداية يكون المفروض متقدم يكون عمره بين 18 إلى 30 سنة، يكون المفروض جيد اللغة الإنجليزية، يكون المفروض يا طالب في الجامعة أو حد بالتخرج. ممكن يتعرض الشاب لصدام ثقافي أو مثل ما يقولون كلتشر شوك، يعني لما يروح إلى مكان جديد، بلدة جديدة، ثقافة جديدة، فكيف تهيئون لهم الجو العام للمكان اللي راح يعيشون فيه؟ بالضبط. فقبل ما أي واحد طبعاً يشارك في قبل ما يسافر أي واحد، إحنا كأيزك نعد عدة وركشوبس بتهيئة بالضبط إنه شنو بيستقبل هناك، شنو المشاكل اللي بتواجهها، شلون يتصرف فيها، وشلون يعتمد على روحها، وفي نفس الوقت نكون يتواصل في أيزك اللي في الدولة نفسها على أساس يعطونا يعني معلومات اللي ممكن يحتاجها الواحد قبل يسافر. طبعاً هي الفترة بين 6 إلى 8 أسابيع تتراوح في هذه الدول، بس كيف أيزك توفر خلينا نقول بيئة آمنة لهؤلاء الطلبة؟ يمكن راح تكون قريبة منهم أيزك اللي في الدولة اللي هم فيها، بس شلون طرق الاتصال، شلون قاعد توفر لهم البيئة اللازمة؟ بالضبط. احنا قبل ما يشارك أي واحد قبل ما يسافر طبعاً نكون نتواصل لأيزك اللي في الدولة نفسها، فبس أيزك اللي هناك يعرفون كل شيء من مثل ما نقول من A to Z عن اللي بروح، فقبل لا يروح يعطونا رقم تلفون، عنوان اللي بيسكن هناك، مكان اللي بيشتغل، كل هاي. فأول ما يوصل المطار هناك بيكون طبعاً في واحد من أيزك يستقبله، وإذا اللي على مكان اللي بيشتغل فيه، مكان اللي بيسكن فيه، أقرب برادة، أقرب مطعم، كل هاي يدلونا كل شيء يعني حق ما يضيع. طيب محمود، بما أنك مدير البرنامج، خبرنا أنت شخصياً عن تجربتك الشخصية، لأي دول سافرت، إيش اشتغلت، كيف شخصيتك تغيرت وحياتك أيضاً؟ طبعاً أنا ما حصلت الفرصة للأسف لحين إني أروح، لأنك قاعد أطر شوادم، بس أنا ما حصلت رفسة بهالسنة. بس شاركت آخر الشهر اللي راح في مؤتمر في المغرب، كان عن هاي الإكسشينج بروجرام أو الليبر بروجرام، إن شلون ممكن نطوره وشلون ممكن نوصل لأكبر عدد من الطلبة. فبالنسبة حقيقة كانت هاي التجربة، أن ما كنت 6 أو 8 أسابيع هناك، كنت 10 أيام، بس كانت تجربة يعني احتكيت من ناس من مختلف ثقافات، كان في ناس من المغرب، من هولندا، من إيطاليا، من تونس، من مصر، ما كان يعني عدة دول، حتى لو كان أكثر الموجودين من دول عربية، بس بعد لما تعيش مع هاي الناس تسكن معهم تحس إن في فرق بين حتى لو دول عربية دول عربية عربية. من خلال الفيدباك اللي وصل لك، من خلال الطلبة اللي راح قبل، شنو أكثر شيء لمست فيهم إن يحسون أثر عليهم في هذه الدول من خلال مشاركاتهم؟ طبعا كل واحد يروح يرجع اول شيء يقول الحمد لله على النعمه الموجوده فيها احنا. لما يروح يعيش هناك مع هاي الناس، مع هاي المجتمع، بالذات الفئه المحتاجه من الناس مع المجتمع، انه يحس بشلون النعمه اللي هو عايش فيها ويقدرها اكثر، واللي بشكل ينعكس عليه هني ايجابي في البحرين، بحيث انه يبي يعطي المجتمع اكثر، يبي يساعد المجتمع اكثر. يعني فعلا يمكن لمسنا هذا الشيء من خلال التقرير، يوم كانت تقول احد المشاركات ان انا رحت هناك وكان عندي ليمتد بادجت، يعني والدي ما راح يقدر يعطيني، فنتخيل ان الاشخاص شلون هم عايشين في هذه الدول الفقيره، فحلو ان نظره الشاب تتغير، مثل ما قلت يعني هو ياخذ من المجتمع لكن هو يعطي ايضا. بالضبط بالضبط. الشعور اللي يتركه بعدين لما يرجع البحرين، يقول انه ترك اثر في ناس معينين او في ناس يحتاجوها، لما يرجع يقول قبل شمس مثلا، خلينا نقول قبل سنتين، انه تركت اثر في المجتمع، في ناس يسالونه، الشعور يعني اتوقع الكل حاب. واللي يبي يشارك في الموسم القادم كيف ممكن، كيف يكون الترتيب في دول معينة عديتوا لها حاليا؟ طبعا في الدورة الماضية حاولنا نغطي أكبر عدد، فوصلنا ل 40، فعشان هالمرة نحاول نغطي أكبر أكبر، رفعنا سقف المشاركين إلى 100 مشارك إن شاء الله حصل. تقريبا حصلنا يمكن من نص الحين. الدول اللي راح تكون موجودة حاولنا نغطي أكثر من دول، على دول على مستوى يعني قارات العالم، حق نرضي الكل إن شاء الله. فبتكون من عندنا دول كسريلانكا، الهند، ماليزيا، الصين، مصر بتكون، وبتكون يوكرين وبولندا. طبعا يوكرين وبولندا بتكون امام الاوروبيه في السمر، ففيها اقبال. ويتم اختيار مناطق محدده ان تتعمدون ترشون الطلبه لهذه المناطق؟ يعني عاده ان نحاول من كل قاره ناخذ دوله دولتين، بحيث ان
لو شنو كان واحد ابي اسيا ابي افريقيا ابي اوروبا يكون تسمع في ناس مثل ما قلنا شنو موجود في ذيك الدوله في هذيك الفتره مثلا ناس اوكرانيا وبولندا بيكون بطوله الامم الاوروبيه موجوده هناك فقلنا لنا صار سنه راح تخيل الاقبال كله راح يكون على هالدولتين. محمود ميرزا مدير برنامج التدريب العالمي في AIESEC البحرين كل الشكر لك ولحضورك ايضا. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا مع ناس وتهاني بعد الفاصل موضوع خطير جدا على